هذا ديال درهم، هذا تبارك الله ديال درهم، ها تبارك الله عطاو اوزان زوين. انا تبارك الله شوف تبارك الله، والله الا سخر فيهم الله جاوزوا مرحله الخطر. انا اللهم بارك. السلام عليكم اصدقاء متابعي قناه عادل افريم، تحيه لكم. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بغيت نبارطاجي معكم الكتاكيت اللي كنت شريت بدرهم. انا اللهم بارك شوف قداش رجعوا تبارك الله. انا اللهم بارك ها شو الاوزان تبارك الله، ها ما تحتاج تمشي عند مول الدجاج دابا صافي. انا اللهم بارك، نتمنى يعجبكم الفيديو. كتاكيت الملونه هادو راه كيتباعوا بدرهم في الاسواق معروفين. انا اللهم بارك التربيه ديالهم وصدقا جربت 10 ديال الحبات، وان شاء الله ناوي عاد نزيد شي 100 حبه ونربيوهم ان شاء الله. كما كتعرفوا دابا الاثمنه ديال الدجاج ارتفع بواحد السرعه خياليه صراحه. الانسان دابا الا عنده شويه ديال الاتساع غير ربيهم في البيت ديالو، لاش غيمشي يشري عاد الدجاج. انا اللهم بارك تبارك الله. هذا ديال درهم، هذا تبارك الله ديال درهم، ها تبارك الله عطاو اوزان زوين. ها تصوير ليلي يا الاصدقاء، ما عرفتش واش كيبان لكم مزيان ولا لا. انا الكتاكيت ديال درهم الفراخ البيضاء. بالنسبه للعلف راه بديت لهم بالديماراج والدوزيام، ودابا كنعطي لهم هذا البياضه هذا. انا اللهم بارك، والنظافة ديالهم بطبيعة الحال والماء، التغيير ديال الماء، الإضاءة ضروري بالليل باش الفلوس كيتزاد الوزن ديالو، كياكل بالنهار وبالليل كنخليو له واحد فترة الإضاءة ضروري. أنا كيما كتشوف اللهم بارك. نتمنى يعجبكم الفيديو، خليو لنا واحد التعليق زوين وشي لايك، وشكرا على المشاهدة. اللهم بارك. وكما قلت لكم هما راه ما كيحتاجوش شي علف بزاف، ولا راه كنستعملو شويه النخاله شويه العلف ديالهم، نطلقوهم شويه يسرحوا يخرجوا كما كتشاهدوا. اللهم بارك. ها فلوس ديال درهم جبنا جب 10 ديال الحبات. انا اللهم بارك تجاوزوا مرحله الخطر، استعنا بالتدفئه كما كتشاهدوا معايا التدفئه، وما درت ما كاينش شي مساحه كبيره. هذه الجهه الاخرى اللي هي راني داير السمام، وهذه الجهه هذه داير هذه الكتاكيت. هما دابا هذا هو العلف ديالهم غياكلوا ان شاء الله، وغادي نطفيو الاناره عليهم. الاناره ما خصهاش تبقى عاوتاني مشغله الليل كامل عليهم. يمكن لك تربيهم تحت الدروج، يمكن لك تربيهم سطح البيت، خصك غير توفر ليهم تهويه تكون نظيفه، وتوفر ليهم يعني الامان، ما يجوش عندهم الحشرات ولا الحيوانات المفترسه. هادشي اللي خصك توفر ليهم، وما يكون غير الخير غيسخر فيهم الله. واللي غنأكد عليه ضروري وهو النظافه دائما في التربيه ديال اي حيوان، ضروري من النظافه. النظافه كتلعب دور كبير في تربيه جميع الحيوانات، ضروري خصك النظافه. اي مربي خصو يتبع الحيوانات ديال اللي مربيهم يتبعهم بالنظافه الا بغيت يسخر فيهم الله. نتمنى يعجبكم الفيديو، نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله. كما كتشاهدوا معايا راه ما كيحتاجوش واحد لي سباس كبير، بالنهار كنحاول ما امكن نطلق لهم شويه هنايا عندي في الجريده، كنطلق لهم تما يرعى، ضروري كيقتاتوا شويه على النباتات،
ويتحركوا شويه، هذا اللي كاين. وبالليل كنخصص لهم العلف والاضاءه، الاضاءه ضروري. الفلوس الا بغيتي يزيد في الوزن ديالو ضروري ما كيخصش تخلي له الاضاءه. وبطبيعه الحال الماء، الماء ضروري خصو يكون نظيف نقي، وتستعمل بالخل التفاح اذا كان متوفر، او متوفرش خل التفاح تستعمل بالثوم او لا بشي حامضه، هادو مزيانين بالنسبه للاسهال على حساب البرد.